ولدي راح نحسب عليه انا نحسب عليه بزاف وما في حالي الله غلط عاودنا كيف سوقها من البدايه السيد هذا دعيناه الله قوم ديال البشر يمشي عند شي مات وشي راه كيتوفى هاك سيدي كيبيع محيه واش في الحي ديالكم في الدرب ديالكم نعم سيدي الدرب ديالنا مباح كيبيع داك الشراب مباح كيبيع بشحال هذا كيبيع هادي راه من بزاف احسن لك قرن ديال باش كيبيع وعندو شركه ماشي غير هو شركه واحد خو كيجيب له هو اللي يقدم البشر اش يقدم لهم هادي زوارات السم هاديك عايشه ولا كيقولوا لها ولا العلق ديال اللي كنسحق له الكرم لا حول ولا قوة الا بالله شحال تقريبا توفوا 11 الف بال الله يرحمهم ويوسع عليهم الله يرزق والديهم الصبر وتا حنا كنترجوا الله الله يشافي شافي ديك الناس اللي باقيين هما هنا جابوا 20 الرباط والباقيين راه باقيين في النظره شي تيموت وشي راه محطم لا حتى النظر ديالو مشى النظر ديالو مشى انا ولدي ها هو باقي عندك من هاد اثنين وثلاثة وأربعة وأنا باقي أنا باقي في العذاب شتي ولدك دابا شتي شتو بحال المشيقة دير الحالة ديالك هيا شوية ما شفت وجهو ما شفت وجهو قلت لي ترى لا حالة ما كاينة حالة هنا الحمد لله الحمد لله جابوا لنا الرباط اللهم لك الحمد بالنسبه للفاجعه حنايا صراحه جاتنا واحد الفجعه صراحه ما كناش متوقعينها لان ما النهار الاول قال لك راه واحد الحالات اللي هما قلال ولينا كنسمعوا نهار بعد نهار كنسمعوا الحالات كتزاد واحد منهم ولد العم ديالي دابا حنا راه جيناه في السبيطار المستشفيات مولاي يوسف بالرباط والحمد لله كنتمنوا الشفاء العاجل ان شاء الله وكنعزيو الناس اللي توفاو الله يرحمهم انا كنت كتصل بالتليفون وقال لك شي واحد توفى يلاه اتصل بيا دابا واحد صديق قال لي راه شي واحد راه توفى ان الله وانا ان الله وانا اليه راجعون في السيد الله تازي حنا دابا مازال ما متاكدين مازال ما عندناش شي اخبار اللي هي مؤكده شحال تقريبا اللي جالسين هنا في السبيطار تقريبا قال لك شي 20 واحد كنا في سبيطار السويسي وحولونا هنايا دابا هنا تقريبا جابوا تقريبا شي 15 واحد واللي في السويسي مازال ومازال في سبيطار الغابة او اللي في مدينة القنيطرة لان ما كيقول لك الحالات مازال هي كتزاد الحالة ديالو واش مستقرة؟ الحمد لله دابا يلاه كنا معاه دابا الحمد لله لان ما كيقول لك الحالة ديالو بخير وعلى خير ديال الدرك الملكي من هذا المنبر هذا حتى هما ثاني راهم قايمين ديال الواجب وكنقول الناس ان شاء الله الله يشافيهم الشفاء العاجل ان شاء الله للجميع وكنشكر السلطات المحليه اللي قايمه بهذا الواجب هذا واش تم اعتقال الجاني؟ صراحة لا غادي نقول لك لا بالنسبة لبائع الخمور يعني واش كتمنى ليه؟ صراحة كنقولوا الله يهديه وكنتمنى السلطات المحلية تقوم بالواجب وحتى هو ثاني يستحق هذاك العقاب ديالو. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.